طيب هنرجع نكمل موضوع الكنترول ستيتمنتس. احنا كنا بدأنا بالايف كونديشن في السيشن اللي فاتت، وعرفنا يعني ايه اف، يعني ايه اف else، يعني ايه اف else اف، صح كده؟ طيب مراجعة كده بسيطة الايف ستيتمنتس. شفنا الايف والتو براكتس والكونديشنز، ثم بين كيرلي بريس بيجن واند بحط الستيتمنتس اللي هتتنفذ لو الكونديشن ده ترو. وشفنا if else ما يكون عندي two probability زي موضوع اللبن وتشرب اللبن تروح السينما والكلام اللي احنا شفناه السيشن اللي فاتت. ثم بقيت بقى الفورمز المختلفة لل if conditions، برضو احنا شفنا زي ما احنا شايفين كده اول بلوك اللي هو if condition one statement بس، و if condition we begin و end و statements او اكتر من one statement، ثم if condition وال else، ثم if else if else if وهكذا لو انا عندي اكتر من two probabilities، صح كده؟ طيب خلي بالك بس ان اول بلوك دوت بيقول ايه؟ بيقول ان انا ممكن اكتب if والكونديشن ما احطش بيجان واند، ده في حاله ان يكون وان ستيتمنت بس، وان ستيتمنت بس. يعني لو رحنا عملنا كده عشان برضو الناس تبقى فاهمه الموضوع ماشي ازاي، لو انا رحت قلت له كده، احنا كنا في الاكزامبل بتاع الدرينكينج ميلك كنا نقول له ايه؟ كنا نقول له if، تمام؟ لو اوكي اف، قلنا له اف لو الدرينكينج درينك ميلك ده كان بوليان، لو هو ايكوال ايكوال ترو، ثم كنا بنعمل بيجن ونقول له سيستم دوت اوت دوت برنتلان جوينج تو سينما مثلا، جوينج تو سينما، صح كده؟ تمام. واند. طيب البلوك اللي انا قلته لك الاولاني ده بيقول ايه؟ لو انت هتنفذ وان ستيتمنت بس فانت ممكن ما تحطش بيجان واند خالص، وهو خلي بالك ان الكومبايلر هينهي الايف كونديشن عند اول سيمي كولوم، يعني ان هي هنا ده في حاله ان انت هتنفذ بس وان ستيتمنت مع الايف كونديشن. طيب احنا بنقول ايه بقى عشان خاطر ما تقعدش تقول هو وان ستيتمنت ولا مور ذان وان ستيتمنتس؟ انت على طول تخلي كده الاركتكشر بتاعك ايف والكونديشن، ايف والكونديشن ثم بيجان 1 بقى او مور ذان 1 مش تفرق معايا ساعتها، فنثبت بس الكونسبت ده عشان مش كل شويه نقعد نغير، تمام كده؟ بس انا بقول لك عشان خاطر تبقى عارف المعلومه، يعني لو 1 ستيتمنت مش لازم احط بيجين 1، لو مور ذان 1 ستيتمنت ماست ان انا احط بيجين 1، فاحنا نثبت الموضوع ان احنا نحط بيجين 1 حتى لو كان 1 ستيتمنت. طيب عظيم. طب خلينا يا باشمهندس كده نروح على طول نخش في، انت كنت لو نفتكر كده موضوع الاوبريتورز، انت قلت لنا ايه ساعتها؟ قلت لنا ان في اوبريتور اللي هو اللوجيكال اوبريتور، وقلت هاجله مع الكنترول ستيتمنتس. انا طبعا الناس مش هتنسى، انا عارف، بس انا برضو مش عايزكم تنسوا لان احنا قلنا هنقول الكلام ده. طيب هنعمل ايه دلوقتي عشان نفتكر موضوع اللوجيكال اوبريتورز اللي هم الاند والاور؟ فاكرين؟ طيب تعالى كده نعمل نيو بروجكت، تعالى نسميه لوجيكال اوبريتورز، اوكي؟ نقول له فينش، شوف استخدمها ازاي مع ال if condition. تعالى هنا نقول new class هنسميه test test، اوكي، ونقول له finish. طيب عظيم. تعالى قبل ما نخش في البروجرام كده تعالى الاول ندردش، نحب ان احنا ندردش الاول عشان نفهم هنعمل ايه البروجرام اللي احنا عايزين ننفذه دلوقتي. احنا الاول عارفين مين هم البيزك كالرز، صح كده؟ ايه هم البيزك كالرز؟ اللي هم ار جي بي، صح كده؟ الار جي بي اللي هما ريد وجرين وبلو، تمام. طيب ايه البروبلم اللي احنا عايزين نحلها؟ احنا عايزين نكلم اليوزر بكل ادب ونقول له بليز وكده، ونروح نقول له دخل كاركتر، اول كاركتر في البيزك كالر. لو اليوزر ده دخل ار هنقول له ريد كاركتر، ها تشار. لو دخل بي هنقول له بلو. لو دخل كاركتر جي هنقول له جرين. بس هو ده البرنامج. طب تعالى كده نتكلم، احنا قلنا لازم نبسط المشكلة عشان نعرف نحلها. ايه المطلوب؟ والله انا شايف يا باشمهندس ان انا محتاج تشار نسميه كالر مثلا، variable اسمه كالر، ونكلم اليوزر بقى بالسيناريو المعتاد، لو سمحت دخل الكالر، لو دخل اول كاركتر من الكالر ثم لازم اسكان الكلام ده سكانر، صح كده؟ عشان اقرا كاركتر، والمره نعرف ازاي نقرا كاركتر او نفتكر. قريت الكاركتر هخش في كونديشن، لو الكاركتر هو ار يبقى اكتب ريد، لو الكاركتر هو بي يبقى اكتب بلو، لو الكاركتر هو جي يبقى اكتب جرين، غير كده نقول له نوت ا بيزك كالر. ادي الموضوع ببساطه.
حلو قوي. طب تعال نطبق الكلام ده، تعالى كده نروح للاي كلابس ونروح ننفذ الكلام اللي احنا قلنا عليه حالا ده. تعال نروح نقول له ايه بقى، زي ما احنا قلنا احنا محتاجين variable char هنسميه color response ماشي، وهنكلم الراجل بمنتهى الشياكة ونقول له please enter character او first char of the basic color. basic color بنحكي له قصة تمام. وبعدين هنعرف بقى السكانر عشان هيقرا كاركتر نحطه في كالر ده صح؟ سكانر اليوزر هيدخل حرف عايزين نقراه، سكانر اس يعني مش لازم اس طبعا زي ما احنا اتفقنا ده فاريبل نيم او اوبجكت، سكانر اس ايكوال نيو سكانر اوكي اوف سيستم دوت دوت اي. كويس قوي. ازاي بقى بنقرا كاركتر؟ الناس اللي مذاكره السيشنز اللي فاتت اه باشمهندس انت قلت هنضحك عليه نقرا كلمه وبعدين ناخد منها اول حرف، فاكرين اللعبه اللي انا قلتها دي؟ طب كده اليوزر اول ما يشوف الكلام ده هيروح دايس حرف يكتب بقى بي جي ار اتش زد زي ما هو عايز، انا بقول له دخل كاركتر وخلاص، وانا بقى اقول له الكاركتر ده ريلاتيف لانهي كالر. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اروح اقول له الكالر ايكوال اس دوت، ما عنديش نيكست تشار انا بقى، فاكرين لعبه التشار اللي كان عليها موضوع في السكانر، اروح اقول له نيكست ده يقرا سترينج كلمه، هيقرا كلمه ثم اخد منها انا الاول كاركتر، فاقول له دوت char char at اول اندكس اول كاركتر زيرو اول كاركتر في الكلمه اللي هو كتبها دي. تاني هو هنا بنتحايل بس على على السكانر، هقول له next next ده يقرا string. طب انا عايز كلمه، لا مش عايز كلمه عايز حرف، اقول له اول حرف في السترينج تمام. انا كده قريت كاركتر حطيته في كالر. حلو قوي. تعال بقى نعمل البروبابيلتي ستايت، انا كده خدت الانبوت بارامتر بتاعي، احنا بنراجع وبالمره هنتكلم على اللوجيكال اوبريتورز. طيب خلينا الاول ستيب باي ستيب نطبق اللي احنا قلنا عليه. قلنا هنعمل ايه بقى؟ نقول له والله اف لو بالبلدي بقى بالعربي اف، هنقول له لو لو ايه بقى؟ لو الكالر هو الفاريبل ايكوال 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 ايه؟ ار. ينفع احط كاركتر كده كونستانت كاركتر ار كده في الهواء؟ لا مش هينفع، لازم احطه بين سنجل كوتيشن. اذا كده عرفنا معلومه جميله ان الكاركتر كونستانت كاركتر بنحطه ما بين سنجل كوتيشن. يبقى هو لو ار هنروح نقول له ايه بقى؟ سيستم دوت اوت دوت برنتلن، هنقول له ريد ريد. عظيم. طيب ايه كمان بقى؟ else if كان عندي كام probability هنا؟ ثلاثة؟ لا ده انا عندي اربعه، اقول لك الاربعه دول جايين منين. يبقى هو لو لو ار، تعال ناخد كده كل ده كده كوبي كنترول سي اوكي كنترول في. طيب اللي بعده else if، فاكرين بقى else if لو هو ايه بقى؟ لو هو جي يبقى هروح اقول له ايه؟ هروح اقول له جرين 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 اوكي. طيب else if تاني لو هو بي هنروح نقول له بلو. شاطرين كويس. ينفع اليوزر ممكن يدخل اي كاركتر بقى، خلي بالك بص هنا في غلطه اهو، اف الس اف كان حد بقى يقول لي هنا يا باشمهندس الس اف كمان صح كده؟ عشان نحط دي باكج واحده. طيب الس اف لو هو بي هيبقى بلو، طب اليوزر ممكن يدخل حاجه ثانيه، ممكن يدخل اي كاركتر ثاني صح؟ طب الس بقى الس معناها ايه بقى هنا؟ الس غير اللي فات ده كله، يعني لو ولا ار ولا جي ولا بي اعمل ايه بقى؟ هنقول له نوت ا بيزك كالر، مش هو ده سوري مش هو ده البيزك كالر اللي احنا او ده الكاركتر بتاع البيزك كالر اللي احنا عايزينه منك، فنروح نقول له هنا نوت اي بيزك كالر اوكي. كويس قوي. طب تعال نجرب تاني، احنا الموضوع اهو ار جي بي يا اما مش حاجه خالص منه. طب تعال نرن اوكي بليز انتر فيرست شور اوف ذا بيزك كالر، تعال ندخل ار ريد. كويس قوي الموضوع شغال جدا تمام. طب تعال ندخل جي بي ماشي وي انتر بلو. طب تعال ندخل اي حاجه تانية زد زد نوت ا بيزك كالر. طب بص بقى في هنا مشكله، طب تعال ندخل ار كابيتال شيفت ار نوت ا، ايه ده ايه ده ده كده غلط بقى نوت ا بيزك كالر، لا ما الار المفروض ريد. بس انت هنا ايه اللي احنا عملناه بقى؟ هنا غيرنا من 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 سمول ليتر لكابيتال ليتر. اه بس الكونديشن ما كانش بيتكلم على الكابيتال ليتر، كان بيتكلم على ايه؟ كان بيتكلم على السمول ليتر بس. طب هنا انا عايز اقول له ايه بالبلدي برضو؟ عايز اقول له لو الكالر ده ار سمول او ار كابيتال اعمل اكتب ريد.
نفس الكلام مع الجي، لو الكالر جي سمول او جي كابيتال اكتب جرين، وهكذا. طب او دي نقول له ازاي بقى؟ هو ده بقى اللوجيكال اوبريتور. ساجي انا اقول له اور، اور اللي هم العصايتين دول، اور لو الكالر ايكوال ايكوال ار كابيتال. بص بقى هنا ايه، لو ده ترو او ده ترو هينفذ الكلام ده. نفس الكلام هنعمله هنا، او لو الكالر ايكوال ايكوال جي كابيتال سوري، وهنا برضو او اور لو الكالر ايكوال ايكوال بي كابيتال. عظيم. هنا بقى لعبه اللوجيكال اوبريت اللي انا كنت بتكلم عليه، قلت هاجلها شويه عشان نفهمها دايركت مع اكزامبل. انا هنا بقول له لو الكالر ار سمول او العصايتين دول معناهم او ان هو ار كابيتال اعمل كذا، لو جي سمول او جي كابيتال اعمل كذا، وبي سمول او بي كابيتال اكتب بلو. طب تعالى نجرب بقى ده كده هيشتغل. اه تمام، تعالى كده نشوف ار كابيتال، اه رد كده صح. طب تعالى نشوف ار سمول، الدنيا لسه شغاله. اه تمام، يبقى انا كده فهمت يعني ايه لوجيكال اوبريتور. انا كده بعمل كومباينيشن ما بين اتنين كونديشن، انا بقول له لو ده ترو او ده ترو يعني نفذ الكلام ده، وهكذا وهكذا بالنسبه للبي والجي. طيب يا باشمهندس بقى اطلع لنا من الحته دي كده عشان نفهم برضو شويه اللوجيكال اوبريتور ده، وقول لنا بقى امتى المحصله تبقى ترو. يعني انت بتقول دلوقتي الاور، اور العصايتين دول معناهم اور، معناهم او عربي بقى صح كده. طيب او دي يعني ايه بقى؟ امتى محصله اتنين كونديشن لما يكون معاهم اور يطلع ترو، امتى يطلع فولس؟ تعالى نعمل حاجه اسمها ترو ستيبل. ترو ستيبل ايه الترو ستيبل ده؟ بيقول ايه بقى؟ بيقول والله ادي كونديشن 1 وادي كونديشن 2، ده في حاله الاور ماشي، وادي الريزلت، الريزلت بتاعهم لو في ما بينهم اور. بيقول لك لو كونديشن 1 ده ترو وكونديشن 2 ترو، يبقى الريزلت بتاع الاثنين ايه ما بينهم اور، يبقى ترو. اه يعني بقول لك مثلا لو شربت اللبن او عملت الواجب هنروح السير. بص انا هنا بخيرك لو ده ترو او ده ترو، لو عملت الاثنين يبقى حاجه جميله، يبقى كده برضو الريزلت ترو. شربت اللبن وعملت الواجب يبقى احنا كده هنروح الثانيه. طيب نفس الكلام هنا، لو الكونديشن 1 ترو وكونديشن 2 فولس، المحصله بتاعتهم مع الاور تبقى ايه؟ تبقى برضو ترو. اه هنا بقى زي الاكزامبل اللي فات، لو ار كابيتال او ار سمول. بص ار كابيتال انا دخل ار كابيتال، ما دخلش ار سمول صح، يبقى اه واحده منهم ترو يبقى الناتج ترو. نفس الكلام لو كونديشن 1 فولس كونديشن 2 ترو، يبقى الناتج ترو. امتى بس الاور تبقى المحصله فولس؟ لو الاثنين فولس. طبعا لو الراجل بقى ايه مبلطج مش هيعمل ولا كده ولا كده، يبقى هنا في الحاله دي فولس. تمام كده، ده الترو ستيبل بتاع الاور. طب كان في كمان معانا اوبريتور تاني اللي هو الاند. اند يعني و، عارفين بقى و حرف عطف والاثنين لازم يكونوا زي بعض، والقصه بتاعت النحو الجميل ده. طب تعالى كده نشوف الترو ستيبل بتاع اند بقى في حاله اتنين كونديشن، او كونديشن 1 كونديشن 2 والريزلت بتاعهم ما بينهم اند. طب لو كونديشن 1 ترو وكونديشن 2 ترو، الريزلت بتاعتهم ترو. يعني لما اجي اقول مثلا انا عايزك تروح تجيب لي، بكلم مثلا حد هيشتري لي حاجه مثلا، بواب عندي او حاجه، اقول له بص انا مع محمدين هبعتك مكان فلاني، لو لقيت برتقان وموز هات لي كيلو كيلو، لو واحد منهم مش موجود ما تجيبش خالص. فهيروح لو لقى ده موجود وده موجود في الحاله دي بس هيجيب، لو واحد منهم مش موجود مش هيجيب خالص صح كده. طيب بص بقى نفس الاكزامبل، لو راح لقى بقى برتقان وما لقاش موز، لا مش هيجيب، لان انا قلت له لازم الاثنين مع بعض. طب لو راح لقى ما لقاش برتقان ولقى موز، برده مش هيجيب. طب ما لقاش خالص، برده مش هيجيب. هتفهم حاجه؟ ده الريزلت ما بين اتنين كونديشن لما يكون ما بينهم اند، اللوجيكال اوبريتور اند، والريزلت لما يكون ما بين اتنين كونديشن ما بينهم اللوجيكال اوبريتور اور. ده الموضوع بتاع الاند والاور ببساطه. كويس قوي. طيب نرجع تاني يا باشمهندس ونشوف بقى السلايدز. خلاص احنا عرفنا الكونديشنز والموضوع تمام، في عندنا بس حاجه كده ظريفه عشان لما نشوفها
في الشغل بتاعنا ما نتخضش، في عندنا الكويستشن مارك كولوم اوبريتور، ايه ده؟ ده اف ايلس برضه، اف ايلس بمنتهى البساطه. طب ايه يا باشمهندس ده؟ هو اف ايلس، هو بس بطريقه مختلفه شويه، او بالكي ووردز اللي هي الكويستشن مارك والكولم. طب ادينا اكزامبل بقى عشان نفهم الموضوع على طول. خلينا كده نروح للاي كلابس عشان ما نحبش بقى نتكلم كتير، عايزين اكزامبل يفهمنا. فنخش نيو جافا بروجكت، هنسميه كويستشن كولم، ماشي كده؟ كويستشن كولم فينش. اوكي هتعمل ايه بقى في الكويستشن؟ برضو نيو كلاس، اوكي تيست والمين فانكشن تمام. تعالى كده نعمل اكزامبل بسيط من غير بقى سكانر، ولا خلاص احنا بقينا شطار في موضوع السكانر ده. تعالى نقول يا باشمهندس عندنا اتنين انتجر نمبرز، عندنا انت اكس ايكوال 5 وعندي واي ايكوال 3 وعندي ماكس، عايز اعرف مين الاكبر اكس ولا واي. طيب الكلام ده ممكن نعمله if condition صح، ممكن نعمله بقى بالquestion mark column، هنعمله حالا دلوقتي. اروح اقول له ايه بقى بمنتهى البساطه؟ اروح اقول له max equal، بص بقى هنا الاول بنحط الكونديشن x greater than y، لو x اكبر، بس هنا ما احطش if، احط الاول الكونديشن وبعد كده احط الquestion mark. هنا بقى الquestion mark معناها if، تعالى كده نقلبها. كويستشن مارك لو شلناها حطينا مكانها، يبقى اف لو اكس اكبر من واي، ايه بقى يعمل ايه؟ يبقى اكس هو الكبير، اكس يحطه في ماكسيم. طب إلس معانا هنا كولم واي سيمي كولم. لا هو ده يا باشمهندس شبه، بالظبط. تعالى نقراها تاني، ماكسيمم هيتحط فيه الريزلت، سيبك من ماكسيمم ايكوال، احنا قلنا الكومبايلر بيروح للرايت هاند سايد الاول. طيب الكونديشن بيقول ايه؟ لو اكس اكبر من واي صح؟ طب فين اف؟ مفيش اف، بس في مكانها الكويستشن مارك، معناها اف هنا. ها لو الكونديشن ده اتحقق يبقى خد اكس، هو ده الريزلت، يروح يحطه في ماكس. طب لو ما اتحققش اللي هي else، يعني else معناها الكولم الموجود ده، خد واي بقى هو اللي يحطه في الماكس، ماشي كده؟ طب تعال نجرب كده الرن، ايه اللي هيطلع؟ المفروض يطلع الماكسيمم عندنا، سوري احنا طبعا ما عرفناش الماكس. سيستم دوت اوت دوت برنتلين، تعال نطبع قيمة الماكس، ماكس ايكوال بلس الفاريبل ماكس. اوكي تعال نرن. اوكي تمام، ماكس ايكوال 5 مظبوط. ده طريقة هي برضو ايه في كونديشن، بس بحاجة اسمها الكويستشن مارك كولم اوبريتور. تمام كده هنكتفي بقى كده خلاص، او احنا كده خلاص فهمنا موضوع الايف كونديشن وخدنا عليه اكتر من اكزامبل، وعرفنا كمان ربطنا اللوجيكال اوبريتورز مع الكونديشنز. خلينا ان شاء الله بقى المره الجايه نبدا نتكلم على السويتش كيس في سيبريت سيشن. اوكي okay.